يضع رهن إشارة الساكنة شباك متنقل للوفيات. نقل الأموات، توفير خيمة للمأتم. أولا مقاطعة الحي المحمدي خط واحد البديرة ربما كنعتبرها رائدة على مستوى ديال مدينة الدار البيضاء، وهو توفير واحد الشباك متنقل للوفيات. دور ديال هذا الشباك، انسان كيتصل بواحد الرقم اللي حددناه خاص بالوفيات اللي كاين في حيفة الصحة، وهو رقم 05 22 60 63. انسان ملي كيتصل بهذا الرقم وهي كيتنقل سيارة فيها الناس اللي كيعاينوا الوفاة واللي كيسلموا جميع الوثائق في عين المكان. هذه العملية داخلة في إطار تجويد العمل ديال المقاطعة. أولا تسهيل المأمورية للوفاة، كنعرفوا ملي كيكون واحد الوفاة كيكون واحد ارتباك، والناس حنا بحكم حفظ الصحة كتواجد عندنا، كاين الوحيدة هي اللي كتواجد بهذا المولى الشريف اللي بعيدة بزاف على المواطنين، وكاين ما كانش عندنا كاين الناس اللي ما عندهمش وسيلة النقل باش يجيو لحفظ الصحة، مثلا إلا خديت الناس ديال الفوارات، الناس ديال المشروع باش يتنقلوا ويدوا معاهم هذاك الطبيب ويمشي معاهم يعاين عاود كيرجع باش يسلم لهم هذاك ورقة الدفن. فارتأنا حنا كمجلس مقاطعة الحي المحمدي باش نديروا هذه الخدمة لتسهيل وتخفيف الآلام ديال الساكنة ديال الحي المحمدي فيما يخص الوفيات. إذا هذه المبادرة كنتمناها تعمم على مستوى ديال جميع المقاطعات ديال الحي المحمدي، اللي هي مبادرة بسيطة ولكن هي عندها واحد الدلالة قوية. أولا حنا كنشاركوا الآلام ديال المواطنين، حنا كنشاركوهم في الآلام ديالهم، هذه منها تعزية، منها تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيط المسطرة في إطار الدفن لساكنة الحي المحمدي. الطريقة اللي حنا عاوننا باش تكون واحد لو باك كما كنقولوا متكامل، الإنسان ملي كيمشي للطبيب وكيعاين الوفاة وكيعطيهم شهادة الوفاة في نفس المكان كيوفر لهم لي دالون الكراسي وكذلك الحافله الامبولانس يعني سياره ديال نقل الاموات كتكون حتى هي داخل هذه العمليه. اذا كتكون في ذاك العين المكان اللي كيمشي الطبيب كيوفر لهم هذه اللوازم كلها، لوازم ديال التعزيه وكذلك السياره ديال الدفن. اذا اعتقد بان هذا برنامج متكامل اللي كنديروه في ذاك المكان ديال ملي كنشوفوا نعاينوا هذاك الوفاة. نقل الأموات، توفير خيمة ديال المأتم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.